الانتر الان تحت الهجوم، الكرة بتتهيأ تصويبة قوية، الله يتغير اتجاهها ويستمر اتجاه بولونيا بكرة الأولى في شباك أونانا، هدف أول يأتي بالجوزيبي مياتزا في محاولة لإعادة ذكريات الأربعاء الأسود. السوبر وكأس إيطاليا، الآن أنت السابع. الكرة العرضية يا دومفريس، جيكو، الله، هكذا يسجل هدفا يبقى في ذاكرة الجماهير وفي مباريات بولونيا. الله على لقطة يا جيكو، كرة ثابتة دي ماركو، الله، لا يفوت الأوان لمن أراد أن يبدأ، لا يفوت الأوان لمن أراد أن يبدأ. قدم يسرى لدي ماركو، خمسة لاعبين، كرة عرضية، الله، الانتر في السباق، الانتر في السباق، ولوتارو يحمل رايته، ولوتارو يحمل شعلته، الانتر يقول وانا في السباق. بعد ذلك الى باريلا، شوفوا دي ماركو صار جناح ايمن، حتى دي ماركو لا يمكن ايقافه اليوم، والانتر لا تقف بوجهه اليوم، انه يرينا وجها هجوميا يليق بالانتر. الكاميرات تصطاد هذه اللقطه يا دي ماركو، انه يصبح احد المهاجمين الخامس في مباراه اليوم. يتقدم هاكان، الانتر ينتقم، الانتر ينتقم من ذلك الاربعاء الاسود ويحول هذا الاربعاء الى اربعاء اسود على بولونيا، ويسجل خماسيا في ساعه واحده حتى الان. التغيير، لكن شوف فرصه جيكو بيرسل الكره، الله، انهم يدفعون ثمنا باهظا للمباراه المؤجله. سته يكسب بها الانتر، سته يعود بها الانتر ويسجل اكبر فوز في هذا الموسم في بطوله الدوري الايطالي.